السلام عليكم أبناء الطلبة. هذا الجزء العملي من المحاضرة الأولى اللي هي كيف نكون الماب. ناخذ هنا مثال هو تشيست بين. هاي الماب هي تعلمكم شلون تسوون كونستراكشن أو كونسبت ماب اللي تبدي بالبرزنتيشنز السيمتومز والساينز اند هيستوري تيكينج من المريض وفحص المريض واخذ الهيستوري منه، ثم الانفستيجيشن الريليفنت انفستيجيشن اند كونستركت تريتمنت، اند كذلك الماب تحتوي ويتش ستراكشر انفولد ويتش فانكشن انفولد بهاي السنترال تشيست بين أو any other condition, pathology and pathophysiology, what epidemiological risk factor, what psychological and social risk factor for presenting condition. يعني هذا السوء على شكل ما من منطوق السؤال أو منطوق الهيستوري اللي يجيكم. وهسه رح ناخذ مثال عليه. هذا بداية مثل ما قلنا انتو دكتورز اوف بداية السلم، وبس اني اعاملكم كاطباء كل الخطوات وصيرون اطباء ناجحين تبدي بخطوة واحدة. بالبداية تسووا على شكل ماب، يعني خلي نقول حساب عرب، تخلون الشيف كومبلينت هنا او البريزنتينج كونديشن وذني تملوهن كلهن. بس بالمستقبل من راح تصير عندكم معلومات، تصير عندكم معلومات هذني كلها تسووها وانتم تحاكون المريض وتبنون الماب بمخيلتكم بهذا منتال ليفل. بس بالبدايه للتدريب هو نسويه على شكل حلقات حتى نمشي سيستماتيكلي لكل كونديشن. ابناء الطلبة، حتى نطبق الكونسبت ماب او الكونستراكتنج ماب، هو ناخذ المثال الموجود بالورك بوك مالتكم، هو الكراشينج سنترال تشيست بين اللي يقول بي انه المريض اسمه علي، aged 53، has enjoyed his life consuming with relish his wife's excellent cooking. يعني كلش مغرم بالاكل الطيب اللي تسوي لي زوجته. He is a little portly، شويه سمين مكرش. As a result of a few years ago he was diagnosed as diabetic. يعني السمنة وعدم الحركة وهو عنده استعداد مال دايابيتس فصار دايابيتك. مع العلم he is reasonably well controlled with oral drugs. He also has higher blood pressure than he should. عنده ارتفاع بضغط الدم. فهسه شنو الريسك فاكتور بهذا المريض؟ هو السمنة، الدايابيتس والبلد بريشر. هاي ناخذها من منطوق الكيس. بس وهو ريزيستنت تو لوز ويت باي اكسرسايز، يعني ما يقبل، يعني عنده لايف ستايل مال مكتبي، ما يسوي اكسرسايز، بس اكل، قاعده، سياره، فتلقي سمين. لو اكسرسايز اذر ريسك فاكتور، هذني نقدر نخليهم كلهم بالريسك فاكتور مال الماب. After a stressful day, تعرفون الستريس also might lead to the chest pain or to the angina. This is another risk factor. He develops sudden onset chest pain, ألم بالصدر severe, feel like the band, يشوف مثل معصور أو crushed by band أو crushed his chest. هذا تشيست بين راح شي يكون السنترال او البرزنتيشن بالسنتر مال الماب. هي از بير شاحب اند هاز فومتد. فهنا راح يصير الساينز والسيمبتومز هو البالور
الشحوب والفوميتينج اللي كان يزوه and crushing chest pain. فهسه من هنا حصلنا الريسك فاكتورز وحصلنا الساينز والسيمتومز والهيستوري وحصلنا الريسك فاكتور نقدر نخليهن بالدوائر مال المام. واول وانت راح هنا بالسؤال دا يفترض انت احد الناس اللي استلمت بالامرجنسي يونت وانت كنت تتوقع عنده مايوكارديال انفاكشن يعني احتشاء العضله القلبيه مايوكارديال انفاكشن. شوفوا يعني من استخدمنا الستركتشر هذا او المام خلينا chest pain as presenting symptoms او chief complaint او presenting condition بالcenter. بهاي الدائرة خلينا الhistory taking والsigns and symptoms اللي هو crushing chest pain والvomiting والpallor patient in Japan and sometimes or many times تقدر تاخذها بالhistory there is associated with sweating. هنا المريض علي عنده أثيرو سكليروسيس أو هيس كورونا أرتريز بالعربي يسموه تصلب الشرايين due to the accumulation or stimulation of low density cholesterol للانتمال سيل راح يصير thickening and with time هذا thickening راح يزداد and projected to the lumen and this increased by the damage by the smoking and hypertension. لما يوصل الى مرحلة راح يكفي blood circulation to the heart in resting من هو مرتاح بس من شوية يتعب راح يحتاج الاكسجين اكثر الشرايين مسدودة الى درجة ما تقدر توصل الدم والاكسجين الى بقية اجزاء القلب فراح يصير عنده severe chest pain يسمى الانجينا من يرتاح يروح الالم مالته. اما اذا زاد protruded thickening لليومن يزداد الى درجة او الجزء من الاثيروما هذا detached و blocking bifurcation of blood vessels راح يسبب لنا complete cessation of blood supply وموت جزء العضلة القلبية التي تزود بهذا الشريان المسدود فتسمى myocardial infarction او احتشاء العضلة القلبية. هنا العضلة القلبية تفرز انزيمات نقدر نشوفها by blood test يفيدنا بخانة الانفستيجيشن وكذلك كهربائية القلب اللي نقيسها by ECG electrocardiograph راح تتغير وهم يفيدنا هذا بالانفستيجيشنز. اذر بلاد تيست اللي تفيدنا هو نشوف ايش قد الليفل مال لو دنسيتي كوليسترول ونشوف البلاد شوجر. هنا التريتمنت فيرست اوف اول ريليفينج اوف بين باي بين كيلر اوكسجين ثيرابي اللي هو امبورتنت فور ذا بقي فور مسل اوف ذا هارت اند بقية البادي. الأسبرين يطلو to prevent further accumulation of platelet وكذلك الستربتوكينيز هو حتى يذوب لنا dissolution of الأثيروما اللي سوت لنا بلوك للبلد vessels. هذا نقدر نخليه بخانة الباثولوجي نقدر نخليه بخانة الانفستيجيشن ونخليه بخانة التريتمنت مثل ما راح نشوف. أبناء الطلبة بالنسبة للخانة أو للدائرة أو الستركتشر مال التريتمنت مثل ما شفنا بالسيناريو انطو بين كيلرز حتى فور ريليفمنت اوف بين اوكسجين ثيرابي فور
الأكسجين is essential for the cardiac muscle and the other body parts. And streptokinase is for dissolution of the thrombus that causes infarction. Aspirin is to prevent further accumulation of platelets. This is regarding treatment. أبناء الطلبة، هاي حالة المايوكارديال انفاكشن أو other chronic disease قد تؤدي إلى حالة نفسية واجتماعية للمريض، فراح لأن هو بريد وينر، هو المعيل للعائلة مالته، راح يصير عنده ديبرشن، ما يقدر يؤدي الفعاليات مثل ما كان يؤديها قبل، راح يكون anxious and stressful لأن هو راح يبدي يخاف من أكلة ثقيلة ويخاف من سفر معين ويخاف من حركة معينة حتى لا ترجع له الأتاك الأخرى. This is main psychological and social sequelae after myocardial infarction. هنا الستركتشر involved in this condition هو الهارت and mainly the coronary blood vessel that supply the heart muscle by blood. Although the patient has hypertension and smoking and diabetes mellitus كلها تأثر على arteries of the body in general. تعرفون the main pathology هو الاثيروسكليروسيس of coronary blood vessels بصورة خاصة والاثيروسكليروسيس of arteries بصورة عامة due to the hypercholesterolemia خاصة low density cholesterol level and also due to the smoking perhaps ما قايلين لربما يكون smokers and due to the obesity and due to the hypertension and diabetes mellitus كل هذني أدت إلى الاثيروسكليروسيس and narrowing of blood vessels and obstruction of coronary blood vessels وأدى إلى angina and myocardial infarction respectively. أعزائي الطلبة، هذا قلنا الاثيروسكليروسيس of coronary blood vessels راح يودينا إلى الانجينا هي يعني severe pain due to the deficiency or low oxygen or blood supply to the muscle on exercise or on exaggeration. But on the rest there is reliefment of pain while myocardial infarction بأنه اليومن of coronary arteries وصل إلى مرحلة صار بي obstruction and no further oxygen supply no blood to the part of the muscle of the heart that supplied by that arteries lead to the death of muscles and the reduction of oxygen supply due to the heart and reduction of oxygen supply to the other part of the body and as a failure due to the failure of the heart as a pump. Regarding the risk factor and epidemiological risk factor هو loss of exercise, physical and activity, obesity, hypertension, diabetes mellitus, and smoking, then couldn't consider as risk factors for this coroner. And type of food, طبعاً, كلها considered risk factor for this condition, اللي هي جتنا presented as chest pain. اللي هي myocardial infarction. بالمستقبل راح بالمحاضرات القادمة راح تستخدمون هاي الماب لأذر diseases لأذر presentation لأذر condition ومثل ما قلت لكم بعد ما تصيرون بالمراحل المتقدمة من الكلية راح تتطورون أكثر due to the توسع المعرفة العلمية مالتكم وراح يصير لكم ميديكال باك جراوند راح هاي الماب تسويها على مستوى يور برين يور منتال ليفل مو على شكل ماب
كونسبت اور كونسبت ستراكشر اور كونسبت ماب. اتمنى لكم التوفيق، ومثل ما قلت لكم اعاملكم كزملاء as a doctor from the first day، وشكرا جزيلا. أعزائي الطلبة، هذا قلنا الأثيروسكليروسيس أو كورونا بلاد فيسلز راح يودينا إلى الإنجينا، هي يعني سيفير بين ديو تو ذا ديفيشنسي أور لو أكسجين أور بلاد سبلاي تو ذا مسل أون إكسرسايز أور أون إكزاجيريشن. But on the rest there is relievement of pain. While myocardial infarction بأنه اليومن of coronary arteries وصل إلى مرحلة صار بي obstruction and no further oxygen supply, no blood to the part of the muscle of the heart that supplied by that arteries lead to the death of muscles and reduction of oxygen supply due to the heart and reduction of oxygen supply to the other part of the body, and as a failure due to the failure of the heart as a pump. Regarding the risk factor and epidemiological risk factor, هو loss of exercise, physical and activity, the obesity, hypertension, diabetes mellitus, and smoking, then couldn't consider as risk factors for this coroner. And type of food طبعا كلها considered risk factor for this condition اللي هي جتنا presented as chest pain اللي هي myocardial infarction. بالمستقبل راح بالمحاضرات القادمة راح تستخدمون هاي الماب لأذر diseases، لأذر presentation، لأذر condition، ومثل ما قلت لكم بعد ما تصيرون بالمراحل المتقدمة من الكلية راح تتطورون أكثر due to the توسع المعرفة العلمية مالتكم، وراح يصير لكم ميديكال باك جراوند، راح هاي الماب تسويها على مستوى يور برين يور منتال ليفل، مو على شكل ماب كونسبت اور كونسبت ستراكشر اور كونسبت ماب. اتمنى لكم التوفيق، ومثل ما قلت لكم اعاملكم كزملاء as a doctor from the first day، وشكرا جزيلا.